سمير البربري، أنا أستاذ جراحة التجميل في كلية الطب جامعة عين شمس. أكلمكم النهاردة على عملية بتطلب بنسبة كبيرة عندنا، عملية الإصلاح وتجميل الأنف. العملية دي يعني بقى في لدكاترة كتير خبرة كويسة فيها، لكن هي صعوبة العملية دي بتبقى انه كل انف مختلف عن التاني، فما فيش خطوات معينة ثابتة لكل عملية بتتعمل. ممكن الواحد يكون بيعمل كذا عملية لكذا شخص، وكل واحدة فيهم الحاجة اللي بتتعمل فيها مختلفة عن التانية. عشان كده دايما المهم ان الواحد يبتدي بالتشخيص المظبوط، وانه دايما مهم ان الواحد يختار الجراح المتخصص في العمليات دي. واهم حاجة بعد الاختيار ده هو بيبقى فيه نقاش على ايه الدكتور يقدر يساعد بيه، والاهم من كده ان الواحد اللي رايح يطلب ان هو يعمل عملية زي دي يبقى عارف بالظبط ايه الحاجة المشكلة اللي مضايقاه جدا. مفيش حاجة اسمها نعمل الحاجة اللي احنا شايفينها صح كدكاترة، احنا عندنا فكرة كويسة على النسب والمقاييس بتاعت الجمال بتاعت الوش، لكن مهم جدا انه الجراح والشخص اللي هيتعمل له العملية يتفقوا على الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها، لان هي دي اللي بتفرق في النتائج بتاعت العمليات بعد كده. هو العملية دي ينفع تتعمل ببنج موضعي، لكن في معظم الوقت بنحتاج ان احنا نعملها ببنج كلي، طبعا علشان الحاجات اللي محيطة بالعملية وعلى حسب ايه اللي هنعمله في العملية دي بالضبط. العملية ممكن تاخد لها فترة من ساعة لحد 3 ساعات، على حسب برضو ايه الحاجات اللي احنا هنقدر نعملها او محتاجين نعملها في العملية دهيا. هل هنشتغل على الأنسجة الرخوة بس؟ هل هنشتغل على الغضاريف؟ هل هنشتغل على العظم؟ هل هنشتغل على الحاجز الأنفي؟ ولا هنشتغل على كل الحاجات دهيا؟ اي حاجة بنغيرها في الأنف بتأثر على بقية الحاجات التانية. والمهم كمان ان الواحد ما بيكونش بيعمل عملية للأنف بس، من ضمن الحاجات الواحد بيبص على الأنف كجزء من الوش ككل، وبالتالي الواحد بيعالج الأنف مع الوش كله. فلو محتاجين نعمل حاجة تانية في الوش، وخصوصا حاجة زي الدق، دي حاجة من الحاجات المشهورة جدا لما الواحد بيعمل عملية أنف بيتعمل معاها عمليات الدق إذا كنا محتاجينها. الحاجة المهمة إنه العملية دي الواحد يقدر بعد ما يعملها يخرج بالليل من المستشفى أو يبيت ليلة واحدة على الأقل، بيبقى فيه شوية تورم وفي شوية زرقان بعد العملية. لو في غرز كانت اتخذت من بره بتتشال بعد حوالي 4 أو 5 أيام، وبتبقى في منطقة بس اللي هي الحتة دي ما تبقاش ظاهرة بعد كده. الحاجات التانية لو في جبس هيتحط من بره عادة بيتشال بعد فترة أسبوع. المهم إن إحنا في الفترة الأولانية اللي هي بتاعت شهر لحد ما يحصل التئام من العملية، مش محتاجين إن حد لما يجي يعطس من مناخيره دايما يفتح بقه، ما يلبسش نظارة بعد العملية لفترة شهر علشان ما تأثرش على الوضع بتاع العظم اللي اتحط في الوضع الجديد بتاعه.